كيجيكم الاسحاق ديالي جديد عاد باش ترجي. مرحبا بكم في الفقره الثانيه من برنامجكم قافله من دار لدار. حنا اليوم ربحنا الحمد لله عائله واحده ربحت معنا العمران. شوفوا واش عائله الثانيه اللي غتربح معنا. حنا متواجدين بالمرضي مالك شوف المرضي في المريخ توكل على المرضي كيما كيما هي جيتي لا الله يوفقك مزيان كلشي خير الله يهديك راك عزيز المرضي راك عزيز يلا نشوفوا ان شاء الله هذه العائله الا ربها الله ترحم على العمران. السلام عليكم. شريف لاباس كلشي بخير كلشي مزيان عندكم التلفازه شوفوها زيد اسمي بسم الله زيد اسمي بسم الله. السلام عليكم. اي هاي هذا الشريف اكيد لاباس هيا هاي التلفاز جي الحاجه فين الحاجه الوالده زيد صافي طفي لك التلفاز زيد 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 الحاجه زيد تعال. السلام عليكم. كديره كلشي بخير لاباس تفضلي مرحبا بك ربي يخليك. بس راني مرحبا بيا ولا ما عرفتش دخلت مرحبا بك. شوف اجي سوق زيد زيد تاجر هاجر ايوا مزيان سمك الله. انا سميتي علي. علي الحاجه سميت رقيه رقيه تبارك الله عليك الحاجه رقيه دعي معانا ربحتي ولا ما ربحتيش غدي معانا ما نفك تتفرج في ميديان تيف كنتفرجوا فيها كتعجبك كتعجبك مزيان معلوم كتشي حاجه كوري دابا لا اسامه الله حمزه كتخاف تعيط لي اسامه بزاف ديال الناس دابا انا بحال اسامه بحال حمزه بحال كلشي دابا انا جاوبني على السؤال باش ما يطيحش ليا المورال. كان واحد الضيف سميتو حميد الحضري عرفتيه اللي تيغني دابا اللي كان كيبتلي في واحد السلسله في ميدي ان تي في. هاد السلسله شنو سميتها؟ فكر مزيان عندك تزبا عليها. الف ليله وليله الف يعني غلف غرات الحاجه هذه عمره وهدات لكم طرف نعطيها ولا معلومه ما بغيتها حتى لا 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 واخا تبغي ما نعطيهاش شوف الله يدخل عليك بالصحه والسلامه عمرك شفتي العمره الحاجه لا سيتي هذا الاستوديو ديالك والله يخليكم بعد ليكم واش غنمشي هو ولا انت بيني وبينك شكون اللي يمشي بحال بحال قرب هذا شكون اللي يمشي انت ولا هي اللي جاتها اودي بحال بحال كلشي بحال بحالك لا صافي خلي الحاجه تمشي صافي على وجهي على وجهي انا مزوقك انا مزوقك الله يديك على خاطركم لا ما عمرك شي دعيوه الحاجه انا مزوقك والله يعاونكم الله يعطيكم صحيحتكم صحيح حموادي الله يكثر خيركم يا ربي الله يخليك الله يدخلك بالصحه والسلامه ان شاء الله باش تكمل الفرحه هذه هذه من طرف ميديتيل باش تبقى تعيط لمدى مايا انا انا ماشي شتا بلا والو يلا الله يخليكم يلا شي سيغريت تطلع لنا شي شكرا 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 لا لا يخليك لنختكم علينا شكرا لكم وشكرا للناس اللي تندخلوا عندهم واللي تستقبلونا عندهم لنختكم علينا غدا ان شاء الله غادي يكونوا في مدينه تمارا ان شاء الله ما تنساوش راكم عزاز بزاف والسلام وعاوده حدا اخرى صحه